في محافظة صنعاء دشن صندوق النظافة والتحصين حملة النظافة الثانية في مركز المحافظة ومديريات سنحان وجحانة وبلاد الروس وأرحب وبني مطر وهمدان. تحت شعار بالنظافة نزرع البسمة ليمن أجمل، دشنت محافظة صنعاء وصندوق النظافة والتحسين الحملة الثانية للنظافة بمركز المحافظة ومديريات سنحان والجحان وبلاد الروس وأرحب وبني مطر وهمدان. وخلال تدشين الحملة أكد محافظ المحافظة أن هذه الحملة التي تتزامن مع بداية العام الجديد تأتي في إطار حرص المحافظة على إضفاء المنظر الجمالي للشوارع وصمودها في وجه العدوان. اليوم ندشن مع بداية العام نظافة محافظة صنعاء، ونأمل أن يكون هذا العام حافل بالنظافة من أول العام إن شاء الله. بدأنا في يعني إدخال 4 قطع جديدة في أسطولنا، في أسطول النظافة. والغرض من النظافة هو ان احنا نوصل بالمحافظة الى مربع رائد. بدورهم وكلاء المحافظة ورئيس الحملة الإعلامية أشاروا إلى أن الحملة الثانية للنظافة ستشمل عددا من المناطق لرفع المخلفات والنفايات وكذا الأكوام المتراكمة في الأماكن التي تعرضت لقصف العدوان. طبعا يعتبر تحدي بالنسبة لمحافظة صنعاء، لأن احنا رغم الإمكانيات المتاحة حاليا ورغم الظروف المحيطة يعني فرضنا حملة النظافة حتى لا نقع في كارثتين، كارثة بيئية وكارثة المحاصرة الحالية ووضعنا الحالي. وإن شاء الله نتمنى من الجميع التفاعل في يوم الحملة 1/1، واستمر معنا الحملة إن شاء الله من 3 إلى 4 أيام بحسب المربعات وحسب الكمية التراكمات المخلفات الموجودة، وبإذن الله يعني سنستمر في هذا، ونتمنى من الجميع التعاون معنا خلال العام القادم إن شاء الله. هذا وتستمر الحملة الثانية للنظافة في محافظة صنعاء 3 أيام، إضافة إلى حملات توعية بأهمية النظافة في المدارس والمديريات ومربعات مركز المحافظة. احنا نخدم هذا الوطن ونخدم هذا الشعب ونوري السعودية ان احنا مش مبالين بأي مرة، ننظف وطننا وننظف هذا الشعب وننظف يعني البلاد من النجاسة ومن الوساخة ومن كل حاجة، واحنا تحت الشعب في اي لحظه في اي خدمات في اي حاجه. نرجو من الاخوه المواطنين ان يتعاونوا معنا فيما مشروع النظافه والتحسين، وطول السنه وطول الايام نتمنى منهم ان يهتموا بهذه الخدمه ويوقفوا معنا يد واحده. الجدير ذكره ان هذه الحمله يشارك فيها 600 عامل نظافه وعدد من المدارس في مختلف مديريات المحافظه.